والأعزاء ساحة محمد الجواد، والكل يعلم أهمية هذه الساحة ضمن جانب الكرب، ارتباطها مع ساحة الجسر اللي ينزل على الساحة الصغيرة وساحة محمد الجواد. أكو مشاكل تصير، المشاكل طبعا زخم بشري لا طاقة الزيارة، هاي هم عندهم بعض المشاكل الملازم أول أمر هنا، يعني ضابط المنطقة هنا، بعض المشاكل الملازمة والأمر دا تعانون منها هنا، شنو هي؟ سيدي اولا خروج الزوار الكرام من هذا سيدي، يعني من يعبرون سيدي خاصه ايام زياره الايام الاربعاء خميس الجمعه عندنا نصير كثافه، فسيدي سبب يعني تعرقل حركه السير، يعني الجاي من منها سيدي من المحيط، فمن يعبرون سيدي يعني السير يوقف، فمأثر حيل على حركه السير سيدي. من عدا هاي الجراجات سيدي، يعني عندنا الجراجات كان مسدودات يعني هالفتره يلا انفتحن، فالعالم تضطر سيدي يخلي السيارات بالشارع وتروح، فهم تأثر يعني على حركة السيارة. توقف سيارات يسوق بالشارع. نعم سيدي، المواطن هم تعرف يعني يقول لك انا اقدر ازور يعني شلون، فيقف ولا يروح. طبعا هو من حقه. نعم سيدي. فهاي يعني المشاكل اللي تصير عندنا سيدي. خاصة المجسر يعني سيدي اذا يصير مجسر يعني للزوار الكرام يعبرون قبل يعني على الصفحة سيدي على الحديقة، فما يأثر علينا يعني السيارة، تصير حركة السيارة انسيابية للسيارات العجلات سيدي. وهاي أكثر شيء الجراجات سيدي وعبور الزوار سيدي. طبعا اخوان يعني المناشدات وصلت الزخم هنا، ليش الزخم؟ اخواني زياره هنا تصير ملايين الزياره، لكن مشكله هسه هذا البارك اللي هنا انا ما ادري جاز عندهم خطط الاخوان في العتبه الكاظميه المقدسه، عندهم خطط لانشاءات معينه باركات متعدده الطبقات وهذا ناجح، هذا اذا يستوعب له 100 سياره، اذا صار اربع طوابق 400 سياره. باركات اخرى اكو اراضي هنا يعني الاخوان في هيئه الاستثمار، هذه المنطقة القرية بعد يمنع الاستثمار بها إلا لباركات متعددة الطبقات. ليش؟ إخواني آلاف السيارات تجي، ترى آلاف السيارات تجي هنا، وين توقف هاي السيارات؟ هو جاي ويا عادته لو جاي من المحافظة وين يريد يوقف؟ يعني وين يوقف؟ وجاي للزيارة يرجع بيزور؟ لا. وين يوقف؟ غير هاي بنى تحتية. اثنين، دائما المعروف الأسبقية لمن في الساحة من أسبقيات المرور، ليش؟ الساحة تستقبل مركبات من عدة اتجاهات وتوزع على اتجاهات أخرى، فإذا سدت حركة السير بالساحة تتوقف الاتجاهات كلها، يجي اللي من جسر لما راح يوقف، اللي جاي من شارع المحيط راح يوقف، ليش؟ لأنه آلاف مؤلفة أخوان مئات الألوف، خاصة مساء الزيارة وأيام الزيارة، يجون من هذه المنطقة اللي من جانب الرصافة، يجون من هذه المنطقة يعبرون الشارع حتى يستقبلون المركبات ويروحون. شغلة بسيطة جدا 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 جدا. يعني يا ريت أمانة بغداد الأخوان في أمانة بغداد أو العتبة الكاظمية المقدسة إذا ضمن مشاريعهم، يا ريت إذا تكون هناك الإمكانية إنشاء مجسر لعبور المشاة كهربائي، ترى الزائرين ما يجون شباب، يجون مختلف الأعمار، أكو المريض أكو اللي بالقوة دا يمشي، هذا جسر كهربائي هنا مو يكون من هذا الرفيع هنا بيسوي زخم هنا، لا يكون بعرض معين، يعني جسر يتسع لعبور هاي الآلاف المؤلفة وكهربائي، ويستوعبون زخم المركبات، ومجسر الكهربائي هنا يستوعب عبور المشاة اللي تجون للرصافة، انحلت المشكلة ضمن هذه المنطقة، لا الزائر يزعل على المرور ولا المرور يتأذى بتنظيم حركة السيارات ولا أبو السيارة يزعل همين على المرور، بالأخير هي كلها على المرور ولا يهمكم، كلها على المرور، كلها ذبابة رأس المرور. تحياتي لكم، أنا أتكلم بصفتي حاليا مواطن، يعجبني اشوف هاي السيارات الجايه منا اثناء الزياره، زخم راح يكون موجود نعم لكن ما يصير توقف، ليش؟ اكو انسيابيه بطيئه لان اكو مجسر يهيئ، اكو باركات تستقبل مركبات، انتهى الموضوع، خللنا من الزخم الموجود من هاي المنطقه. تحياتي للجميع، شكرا جزيلا.